من القامشلي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي للمزيد من تفاصيل وآخر التطورات بعد ما قلناه وبعد ما يحكى عن بأنه في حافلات موجودة أصلا في الرقة لنقل ما تبقى، كيف هو الوضع؟ نعم عيسون، أريد بداية أن أتحدث عن آخر التطورات. فاليوم تم الإعلان عن تحرير البريد، وبذلك يلتقي المحورين الشمالي والغربي، فيما تزال الاشتباكات مستمرة في حي البعث والأندلس وحي القطار والأكراد والسفاني. طبعا هذه المساحة تشكل معه 10%، وتدل على أن المسلحين لا زالوا يقاتلون إلى هذه اللحظة. العشرة بالمئة هذا جغرافيا، اعذريني روناك، ماذا يجب أن نعرف عنها؟ يعني ليتم الحديث عن أنه بخلال يومين تقريبا ستنتهي وتحسم معركة الرقة؟ طبعا هذه المساحة التي نعتبرها 10% من مدينة الرقة هي مركز مدينة الرقة، حيث يحتجز التنظيم عددا من المدنيين ويهدد باستخدامهم كدروع بشرية، فيما سلم نحو 250 عنصر من تنظيم داعش أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاقات. أيضا هناك أنباء متضاربة حول خروج نحو 3000 مسلحة من التنظيم إلى خارج مدينة الرقة واصطحابهم للمدنيين معهم واستخدامهم كدروع بشرية، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد إن كان هناك أي عنصر أجنبي مع هؤلاء الذين استسلموا أو انسحبوا من المدينة. الجميع يؤكد بأن جميع من سلم أنفسهم واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية أو انسحبوا هم من عناصر التنظيم المحلي. طيب نتحدث عن خروج المزيد، ماذا يجب أن نعرف أيضا من الداخل روناك، أكثر من عندك من الداخل؟ طبعا صباحا أيضا تم إجلاء نحو 550 مدني صباح اليوم، فيما يزال عدد منهم محتجزا مع عناصر التنظيم الأجانب بحسب قادة قوات سوريا الديمقراطية. هؤلاء يرفضون تسليم أنفسهم ويحاولون قدر الإمكان الاحتفاظ بالمدنيين وعدم تسليمهم أو السماح لهم بالخروج لاستخدامهم كدروع بشرية والاحتماء بهم. شكرا لك على كل هذه المعلومات من القامشلي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي.